لا حدود لإبداع ريادة الأعمال، فقد خرج أحدهم بمفهوم جديد لتقديم الأطباق العربية الأصيلة بطريقة سريعة. هذه الفكرة آتت أكلها فعلاً. مندليشس هي أول سلسلة مطاعم في العالم تقدم المندي وأكلات الجزيرة العربية في فود كورت كوجبات سريعة. بالرغم من أنه الطباخة بتأخذ إلى 6 ساعات، لكن الوجبات بتقدم في خلال ما بين 2 إلى 3 دقائق. قد يبدو المشروع عادياً، ولكن حجم التمويل الذي حصل عليه يدل على أن أفاقه غير عادية. فإذا كان التخطيط دقيقاً، فإن التمويل بالتأكيد لن يكون صعباً. طبعاً مشروع بالحجم الكبير هذا دائماً بيحتاج إلى دعم مادي كبير. إحنا بالنسبة لنا في مندليشس على سبيل المثال، للحصول على فندنج بقيمة تقريباً 10 مليون دولار ما حصلت إلا بعد ما كنا جهزنا بيزنس بلان متكامل قوي جداً، وكان مبين العوائد بشكل تفصيلي واضح تماماً، وما كانت خطط وهمية وإنما كانت خطط واقعية تماماً. جزء أساسي للموافقة على التمويل الكبير هو التخطيط الدقيق بعيد المدى، وخطة انتشار مندليشس تعتمد على تثبيت نفسها في سوق الفرنشايز. بالنسبة لأي شركة بتنطلق من مكان معين إلى العالمية، من المهم جداً أنه يتم الاتفاق بينها وبين الفرنشايزي، بين الشركة الأم والفرنشايزي، على وجود خطة تسويقية موحدة بين الشركتين. وأفضل طريقة لعمل هذا هو أنه يتم الاتفاق على نسبة محددة تنصرف بشكل سنوي على التسويق. طبعاً اختيار الاسم والعلامة التجارية كان أول تحدي وأصعب تحدي في البداية، لأنه اختيار الاسم مهم جداً جداً بالذات لما واحد يتوجه للعالمية. وإحنا بالنسبة لنا طموحنا لوجودنا في كل مكان في العالم كان مهم أنه الاسم اللي حنختاره يكون اسم يقرأ بأي لغة، موجود في أي مكان وينفهم مباشرة. مندليشس، ديليشس مندي. هناك سر وراء فكرة تقديم وجبات بطيئة بطريقة سريعة يكمن في آلية العمل. البيزنس موديل لمندليشس يعتمد على وجود مطبخ مركزي. المطبخ المركزي بتتم فيه طباخة المأكولات كاملة، وهناك المأكولات بتنطبخ ما بين 4 إلى 5 أحياناً 6 ساعات بالنسبة لبعض المأكولات، وبيتوزع من هناك على المطاعم. المطاعم عادة بتكون حجمها أقل وعدد الموظفين اللي فيها أقل، وبالتالي عززنا الربحية العالية بوجود المطبخ المركزي والمحلات اللي موجودة في المولات. في السوق الإماراتية فرصة ذهبية لانطلاق أي مشروع جديد. مندليشس انطلق من هنا وها هو يثبت أقدامه في العالمية. كون أنه مندليشس بدأت هنا في الإمارات كانت بداية ممتازة جداً بالنسبة لنا، مثالية أساساً، لأنه البيئة اللي موجودة هنا أرض خصبة جداً لأي براند يبدأ في مجال في مكان صح وينطلق منه لأي مكان في العالم. طبعاً خطة التوسعية المندليشس كانت طموحة من البداية، وكنا عاملين في حسباننا دائماً أنه بيكون عندنا 15 محل في الإمارات كامل. التوسع خارج الإمارات بيتم كله عن طريق الفرانشايز، ومثل ما نقول بالإنجليزي the sky is the limit. بأقل من عام واحد في الإمارات أعطي مندليشس دفعة نجاح قوية، انتشرت فروعه في الأسواق الإماراتية وبدأت تجد طريقها في خطى ثابتة إلى ثاني أقوى سوق خليجي السعودية. بعنا حق الامتياز في المملكة بشكل حصري لشركة واحدة اللي اسمه ماستر فرانشايزي. الماستر فرانشايزي بيكون هو صاحب الحق الحصري والوحيد، بيغطي المملكة كامل. وتوقعاتنا إن احنا نفتح في خلال 5 سنوات تقريباً بحدود 40 محل في المملكة كامل. نصيحتي للشباب، ما دام عندك فكرة واضحة في راسك go for it، لا تتأخر، ادرسها بشكل جيد and go for it.